السويسي أنا يقظ جربة. أنا عندي زوز أسئلة للسادة الخبراء. السؤال الأول، شنية الدور وإلا الجدوى من وجود دولتين مستعرضتين في الاتفاقية هذه؟ دونك مادام فما تقييم ذاتي تقوم به كل دولة، فاش يتمثل اكزاكتومون دور الدولتين المستعرضتين هذوما؟ علاش ياخذوا التقييم الذاتي لكل دولة؟ اكوا سا سيغ معناتها ريالمون، شنو تتمثل التوصيات نتاعهم وشنو الهدف منها؟ ومادام فما تقييم ذاتي موضوعي. والسؤال الثاني هو يخص معناتها تونس بالذات في الفترة هذه، اسكو فما جدوى في عملية التقييم الذاتي، وإلى أي حد نحن نجم نستنفع منها في التشريع التونسي، خاصة أنه نحن في مرحلة كتاب الدستور؟ يعني يمكن إذا كان جات قبل شوية المرحلة هذه، في تصوري أنا كمواطن معناتها كانت تنجم تكون عندها جدوى أكثر، لأن نحن في مرحلة إعادة صياغة التشريع التونسي وخاصة كتابة الدستور. وبالنسبة يعني لتونس وإلا للدول الأخرى في مرحلة التقييم الذاتي وإعادة تقييم مدى تطابق القانون متاع الدولة معينة مع محتوى الاتفاقية هذه، كيفاش نجموا نفعلوا إذا كان سيسير باش يطلع فما يعني اختلاف معين بين محتوى الاتفاقية وبين القوانين الداخلية لدولة معينة؟ كيفاش نجموا نضمنوا انه يولي فما تطابق اكثر؟ كيفاش، شنو هو السبيل لاعاده يعني صياغه القوانين والا تغيير؟ يعني كمجتمع مدني نخزر هكا من بعيد، تظهر لنا ماهيش سهله باش نحن نغيروا القوانين معينه. باهي عملنا تقييم ذاتي وصلنا للخلاصه انه فما اختلافات معينه، فما تباين، فما نقص في التشريع، فما نعم ولكن يعني فما نعم جزئيا. ومن بعد كيفاش نجموا نحن نضمنوا كمجتمع مدني نفهموا اولا شنو اللي باش يصير، شنو هي الآلية وشكون اللي مسؤول عليها، وكيفاش نضمن أن يكون فما تغيير سواء على مستوى النص القانوني أو على مستوى الممارسة في فقه القضاء في الدكترين ليغال. شكرا. في الواقع بعيدا على الجانب البروتوكولي عندي زوج ملاحظات. الملاحظة الأولى متعلقة بالجانب التقني. في الواقع هو ثم نوع من الإهمال، معناها الاستحقاق المرحلة وواقع البلاد ودرجة الفساد ونسق الفساد، معناها خاصة بعد ربوعة الجانفي، واحنا نهتم بالنصوص القانونيه ونحل في النصوص القانونيه ونجيب اخصائيين في القانون، في حين ان حتى في فتره بن علي عندنا القانون بما فيه الكفايه. احنا شباعه بالقانون ومبشومين بالقانون ونحكوا على القانون ديما، اما لما تدخل معنا المؤسسه، اي مؤسسه حتى مؤسسه الاسره اخترقها القانون وما فيهاش معنى وفيها فساد معناه مش نورمال. ثم تراجع المؤسسه في دور مؤسسه الاسره، ثم تراجع لدور المؤسسه التربويه، ثم تراجع لدور المؤسسه الجامعيه، المؤسسات الاداريه ايضا معناه فيها فساد معناه بنسق معناه مرتفع وسريع جدا جدا، ونحن نتحاور في النصوص القانونيه والماده الاولى والماده الثانيه والماده العاشره الى غير ذلك. في الواقع هذا معناها بالنسبه لي انا ساموتوش بيرسونيلمون، لان في معناها فيها ابتعاد على الواقع وعلى ظروف المجتمع التونسي وعلى الوضع اللي يعيش فيه المجتمع التونسي. معناها من رأي أن نخرج معناها من ما هو معناها نظري تنظيري إلى ما هو إجرائي واقعي عملي، معناها ونشوف معناها المجتمع التونسي فاش يعيش وشنية المشاكل اللي يعيش فيها فعلا، معناها من تجاوزات ومن نسق فساد إلى غير ذلك. هذه النقطة. النقطة الثانية والملاحظة الثانية، أنا وقت اللي نشوف مثلا في الواحد ورشة تشاور ائتلاف المجتمع المدني ويقول يرى ثم فريق حكومي، بالنسبة لي أنا ثم كلك شوز ما يش معناها المعادية، لأن لما نقوله تشاور في المجتمع المدني معناها المجتمع السياسي سيئزولي، نحطوه أبار نتشاوره كمجتمع مدني وبعد معناها نخرجوا معناها بصيغه معقوله معناها داخل المجتمع المدني سواء معناها مستقلين ولا جمعيات، نخرجوا معناها بوثيقه بعد نتفاوض فيها مع الفريق الحكومي اللي يمثل الحكومه ومع الحكومه في النهايه، وبعد معناها نخرجوا بتاليف بين التقرير الخاص بالمجتمع المدني والتقرير الخاص بالحكومه، نخرجوا بتقرير مؤلف بين التقرير الاول والتقرير الثاني. اما ان يحضر الفريق الحكومي وتحضر بعض التمثيليات المجتمع المدني في إطار معناها التحاور وتحط لي عنوان المجتمع المدني ائتلاف المجتمع المدني، هذا راه فيه معناها نوع من غير الشفافية، تسمحون لي في الكلمة. وشكرا وأحيل الكلمة للسيد. معرفي عبد القادر، جمعية صوتي قفصة. احنا صوتي قفصة، احنا متفاهمين كل اللي عندنا مشكلة مثلا في فساد إداري، في فساد سياسي، في فساد أخلاقي، لكن معناها
فما مشكلة كيفاش باش نفعلوا القانون، كيفاش باش نطبقوا القانون. وانا ما ماذا بيا كان من الورشة هذه نخرج باقتراح ولا بحاجة كيفاش باش نطبقوا القانون، ولا نتابعوا اللي يطبقوا القانون كيفاش نتابعوه، خاطر فما شكون يطبق عليه القانون، فما شكون ما يطبقوش عليه القانون، معناها فما شكون يعمل رشوة ويتشد ويتحاكم، فما شكون لا بدي انا جست حبيت نجاوب الاخ. شوف الورشه هذه قلتها ممكن من ما اكدتش ولا ما قلتهاش بالصفه الكافيه. الورشات هذه هي ينظمها الائتلاف نتاع المجتمع المدني اللي هو متكون من عده جمعيات، والائتلاف هذا اللي كنا قاله لكم سي عدنان قبيله راهو هو بنفسه حديث العهد، ونظرا للوقت القصير اللي كان موجود عندنا باش نخدموا كل دونك، هو الائتلاف في حد ذاته مازال راهو فيه مشاكل لو كاش با، وهو باقي مفتوح. وكان جينا هنا اليوم راهو للجمعيات هذوما اللي وقلنا هنا وفي تبرقه وفي القروان باش ينضموا للائتلاف هذا، خاطر هذه مرحله اولى، خطوه اولى، مازالت ثم خطوات اخرى يعني للنصف الثاني نتاع المراجعه، وكل مازال عندنا مستقبل. وممكن في يوم من الايام، وهذا الاوبجيكتيف نتاعنا، وانه في المجتمع المدني يكون كابابل ويكون جاهز باش يعمل هو التقرير موازي وحده. اليوم ظروفنا نتاع المجتمع المدني التونسي مازال ما عندناش الامكانيات لا الماديه ولا الفنيه ولا كذا، هذا علاش اخترنا الشيء هذا. نرجع هنا للفريق الحكومي، وقلنا راهو هذا خبراء حكوميين، السياسه لا وجود لها في هذا كله، ما عندناش حتى حاجه معناها. وسي اظن سي انيس اكد على هذا، وقلت وانا من الاول راهو هذا فريق خبراء تونسيين. باش نتكلموا بكل صراحه، احنا لو كان ما شفناش خدمتهم، لو كان ما مريناش انه الفريق هذا ديجا خرج لنا تقريبا 16 ثغره كبيره، اللي هذا احنا مقصدنا في المجتمع المدني لازمنا نظهروا. هل السيستم تاعنا التونسي شنو فيه ثغرات، يمكن ما كناش ندخلوا معاهم، يعني لي زوبجيكتيف نتاعنا لقيناهم هما ديجا خدموهم، خدمتنا اللي نورمالمون يكون يلزمنا احنا نخدموها هما يعطيهم الصحه وخدموها. وهما خدموا كخبراء واكدوا عليها قداش مره، يخيروا لو كان نسميهم خبراء اداريين مش حتى حكوميين، هما بنفسهم التسميه هذه مش عاجبتهم باش نكونوا واضحين، يعني هذو الناس راهم خبراء لا ما عندهمش حتى اي اتصال بالحكومه. واظن سي انيس حتى قالها في بعض التطاول اللي سمعته، الحكومه لا دخلت لا من بعيد ولا من قريب في التقرير اللي عملوه، وقال حتى اكثر، قال احنا كخبراء كنا صعاب على تونس وعلى الحكومه متاعنا باش ظهرنا الثغرات، معناها حتى كانوا نجم نقولوا قاسين شويه في الخدمه بتاعهم. دونك احنا كمجتمع مدني راهو لازمنا نغتنموا هالفرصه الساعه باش ندخلوا باش نفهموا باش نتعلموا، وان شاء الله في يوم من الايام يكون عندنا خبراء بنفسنا هاو شفتوهم ولا تشوفوهم في الورشات كما قلنا سي انيس ولا سليم ولا عدنان، ديجا اللي ثم قدرات بدات تظهر، وغدا في الايام ان شاء الله يظهروا في قصرين وفي غير في الجمهوريه كل. دونك هذه راهي خطوه اولى نتاعنا، بدينا تو قاعدين نتعلموا، والمستقبل مازال لنا ان شاء الله. شكرا سي يوسف على التوضيح. سنة قبل ما نعدي سي عدنان بيجاز تواصل مع سي يوسف. في الحقيقة فريق الخبراء الحكوميين ما خدموش خدمتنا، لا ما خدموش خدمتنا، خدموا خدمتهم، والمجتمع المدني ما خدمش خدمته. وثم أسباب موضوعية علاش المجتمع المدني ما خدمش خدمه، علاش المجتمع المدني اليوم في تونس ما عندوش تقرير تقييم ذاتي خاص به، ثم أسباب موضوعية هذا أكدت عليه في التدخل منذ قليل، قلت لي المجتمع المدني في تونس راه بدأ يتشكل من 2011، فما عندناش الإمكانيات الحقيقة. ونعطيكم مثال بسيط، ما عندناش نحن إمكانية أن نعرف القوانين التونسية الكل وقارنوها باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فيما يتعلق بالتجريم والتعاون الدولي، الفريق الحكومي عنده، ما عندناش نحن الكفاءات صراحة، مازال نحن في طور بناء القدرات راهو مازالت المرحله الاولى، هذه الخطوه الاولى اللي عملناها، ما عندناش الكفاءات اللي قادره تنجز العمل هذا. الفريق الحكومي قضى تقريبا 7 شهور ويخدم الخدمه هذه، عندنا في المجتمع المدني نحن الامكانيه هذه. فلهذا شنو اللي عملنا، شنو اللي صار؟ الفريق الحكومي عمل خدم الخدمه نتاعو، جينا قلنا له جينا نناقشوك في خدمتك، فمن المنطقي باش يكون موجود، نحن باش نناقشوهم هما مش باش نناقشوا رواحنا. فمن منطقي جدا انه الفريق الحكومي يكون موجود بيناتنا، خاصه انه ما نخافوش اللي
اليوم عندهم درجة من الاستقلالية، ما همش الحكومة، هما فريق حكومي، فريق حكومي. شكرا. شكرا. بربي نرجع لك، فما سؤال يطلب سؤال. ملاحظة وتعقيب على كلامك. جمعية أي فقرة وجمعية مبادرة، يعني هي ملاحظة، كانت الملاحظة الثالثة ولكن تصير يعني في تعقيب على مداخلة الأخ. بالنسبة عندك في المادة 5 في الاتفاقية في سياسات وممارسات مكافحة الفساد، وضع سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة. يعني في الأصل مشاركة المجتمع المدني هي ضرورة حتمية لابد منها. بالتالي اللي شفناه تو أنه تم وضع سياسات لكن ليس بالفعلية المطلوبة. نحن تو الخبراء الحكوميين عدوا التقرير متاعهم، صارت لهم دورة تكوينية، بعدهم بالشهر ظهر لي في المجتمع الودلي ديما ثم الديكالاج. وعلاش ما نخدموش مثلا مع بعضنا الزوز كيف؟ هذا ينجم يكون حل. لما لا عضوية في أي هيئة رسمية معنية بمكافحة الفساد تمنح المجتمع المدني. دورنا مش لازم ديما يحضر تقرير حكومي نعقبوا عليه نعطوا توصيات. التوصيات كيف تبدأ لولا مشتركة بيننا الزوز، التقرير النهائي يكون حاضر. هذه واحد. بالنسبة مداخلة الأخ عماد مميش في المداخلة الأولى بعنوان الأهداف التقنية للورشة التشاورية، قلت لنا أنه يعني نصوصنا التشريعية رائعة وممتازة ولكن المشكل في التطبيق. واضح حرفيا نقلت منك. في جانب منها. في جانب منها. به. على خاطر واضح. خاطر لو كان النص القانوني بسيطا فهل من السهل تأويله؟ يعني نحن نحبه تو نبسطوا النص القانوني. على قد ما يتبسط النص القانوني التأويل متاعه صحيح. لكن زادا ماناش باش نطيحوا في متاهة ان باش نعطوا يعني نص قانوني متحجر. لا. حاولوا نبسطوه بأكثر ما يمكن، بالتالي نجموا نوجدوا آلية المحاسبة وآلية التطبيق. هذه يعني مع بعض. الملاحظة الثانية فقط انه دور المجتمع المدني بالنسبة للتجربة هذه جاء متأخر نوعا ما. صحيح نحن بعد الثورة في 2011 الجمعيات قبل كانت مسيسة نوافق دائما، لكن بعد ثورة 2011 برشا نسيج الجمعياتي ولو كان فتي يعني عنده عدد هام. يعني لو كانت التجربة هذه انطلقت باكرا، نتذكر في لبنان في بيروت ثمت البنود عملت يعني سيمينار على ثورات الربيع العربي، ثم نقطة من بين يعني المخاوف في ثورات الربيع العربي اللي طرحت هي الفساد. يعني انت عارف انه الفساد هذا من المخاوف، يعني هي يعني ضرورة حتمية جت بعد الثورات. ثم مثلا اليمن تو تعمل في تجربة لمقاومة الفساد، المغرب تو. نحن اخويا اخي باش نشوفوا ثورات مثلا الدول الثورات في مصر ثم تجربة كيف مع البلود. يعني ثم لازم إحاطة، لازم تجارب. نحن باش نشوفوا باش نكونوا صحيح انتقائيين، لكن ثم تجارب سابقة مثلا في صربيا مثال الفساد، عملوا عندهم فساد جمركي في صربيا يعني شت معناها تقريبا اكثر من 50%. كيف تدخل المجتمع المدني ومكونات حكوميه في هيئه مشتركه وصلوا انهم ينقصوا هذا باقل من 50%. يعني من توصل في عام 98 اكثر من 50% فساد جمركي، في 2002 مجهود مشترك يطيح تحت ال 20%. هذا يعني دور فعال ولازم منه. عندنا زاد ثوره، عندنا زاد يعني اكزامبل اندونيسيا. وشكرا مش مطولش عليك. لماذا لا تقوم الدولة بحوكمة رشيدة عن طريق سن نظام قوانين وإجراءات التي تنظم عمل القطاعات لمحاربة الفساد الإداري، وذلك يكون عن طريق انتخاب أعضاء من الشركات اللي يكون سلوكهم جيد لمراقبة سير العمل، أو عن طريق تعيين خبراء معروفين في مجال مكافحة الفساد؟ شكرا. فما متدخل آخر. أنا في معنا في الاتفاقية، دول الأعضاء في الاتفاقية هل تم معناها موجودة في قرعة ولا تحت في قرعة معناها باش تكون مستعرضة في أحد الدول الأخرى وما هي؟ ثاني حاجة مدى تأثير اتفاقية تاع مكافحة الفساد على الدستور التونسي والوضع معناها الحالي الانتقالي في تونس؟ هل موجود تماش تأثير موجود في الدستور أم لا؟ حاجة ثالثة في التقارير النهائية للكونفنسيون تاع الفساد ثماش عقوبات من قبل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي على الدول اللي معناها الموجود فيها فساد
معناها بكثرة وثماش عقوبات كيف برشا اتفاقيات دولية أخرى ثم عقوبات اقتصادية واجتماعية اقتصادية على بعض الدول. سؤال آخر، هل الموقف موقف الفريق الحكومي هو ملزم الموقف الرسمي بتاع الدولة أم لا؟ هل هو ملزم لها أم لا؟ ولماذا في معنا منذ قليل معنا في الحديث كونفونسيون هذه ما ترتبش الدول في الفساد؟ لماذا لا يتم تصنيف دول أو ترتيبها؟ خاصة أنه معنا في الأخير تقارير الأمم المتحدة تمشي للفمي تمشي لصناديق معنا وخاصة أنه للدول المانحة في القروض وفي معنا، لماذا لا يتم تصنيف هذه الدول؟ حتى معنا ثم دول معينة ولا صناديق معينة صندوق النقد الدولي وبنك الدولي معنا يمنحوا قروض، كيف وقع في فترة تنسيق قبل الثورة؟ معناها التعتيم كبير على الفساد وتونس معناها تكبدت معناها قروض كبيرة ومعناها في الاخر خلاص معناها تم الاعتراف بالتدين هذه بديون تونس في ظل نظام فاسد ونظام معناها في الاخر ما عملنا حتى شيء، معناها جت الحكومات اللي بعد وديركت اعترفت بديون تونس، معناها اشكال كبير لهنا ولنا معنا اتفاقية صادقت عليه الدولة التونسية اتفاقية سنة 2008 ولكن للتو معنا أين هي الدولة التونسية من هذا العمل وهذه الاتفاقية كموقف رسمي للدولة؟ معنا لأن الفريق الحكومي فريق خبراء، لكن أين موقف الدولة خاصة في ظل الغياب معنا حداثة الهيئة العليا لمكافحة الفساد وفي ظل غياب وزارة لمكافحة الفساد؟ نهار الاستقال الوزير ما بعده ما صار حتى شيء. وشكرا. احسنت باهين. نوف جمعية امل القصرين. نحب نعقب انه الحق المبادرة كانت طيبة انه ادماج المجتمع المدني وخاصة على مستوى الولايات الداخلية في هذا الموضوع. اما نحب نقول انه قانون تمت المصادقه عليه في 2008 تكلموا عليه في 2011 وادمج فيه المجتمع المدني في 2013، يعني ما فهمتش علاش وخاصه الولايات الداخليه وصلنا كان تو الادماج في هذا الموضوع. النقطه الثانيه انه نحب نقول هل ان الدوله عند توقيع الاتفاقيات الدوليه قامت بتقييم ذاتي استجابه لاستحقاقاتها على هذا المستوى اللي هو مكافحه الفساد، عملت ميزانيفو، اسكو هي انتظاراتها تمشي مع الاتفاقيات اللي باش توقع عليها ولا اسكو هي صحة جيس باش تحسين للصورة وشكلا وليس مضمونا؟ شكرا. احسنت باهي. اذا نكتفي. ما يهمني يعني من جانب القانوني المحض يعني سأحاول ان اتي على بعض التساؤلات. اذا كان تساؤل اول هو كيف نضمن وجود تطابق بين الاتفاقية والقوانين الداخلية؟ يعني ليست الغاية هي حصول تطابق لدولة تونسية قوانينها السابقة للاتفاقية موجودة منذ بداية القرن العشرين، قلت لكم مجلة جزائية من سنة 1913 وقوانينها أقولها في جانب هام منها ممتازة به. يعني التطابق ليس غاية مثلى، لكن في القانون التونسي بطبيعة الحال هو عمل بشري لابد فيه من نقائص، فمحاولة التقرير التقييم الذاتي وتشريك المجتمع المدني هي للاقتراب من نموذج يعني يكاد يكون كوني، وهذا لا يعني بالمرة وبتاتا أن الاتفاقية تتسم بالكمال، حتى اتفاقية الأمم المتحدة هي في حد ذاتها تشكو نقائص متعددة، فالاقتراب مما هو جيد والابتعاد عن الاتفاقية بما هو سيء. وبالنسبة للقوانين التونسية ومسألة تفعيل القوانين، القانون منذ أن يصدر وينشر بالرائد الرسمي وتترك له المدة يصبح نافذ، لكن الإطار السياسي والإرادة يعني ربما متاع المجتمع المدني في التنظم وفي الحرص على تبليغ آراء ومقترحاته وذلك في أطر مختلفة، يعني انطلاقا من هذه اللحظة الأستاذ عدنان منذ حين قال لكم راو المجتمع المدني التحق و
مارس حقه واطلع والآن يتشاور ويشارك. وقالوا لكم راو التقرير التقييم الذاتي ما هوش في يصدر من الشراء برك، راو تعهد الفريق الحكومي أنه باش ياخذ بعين الاعتبار كل التوصيات، ولكن هذا حد أدنى كمرحلة أولى، ثم يعني سنصل في وقت ما ربما في المرحلة القادمة بالنسبة للشابيتر القادم تاع التدابير الوقائية واسترجاع الموجودات، أن المجتمع المدني بالفعل يعد تقرير موازي ومستقل تماما، وربما يعني ينجم يكون موافق ينجم يكون متعارض ينجم يكون يعني فيه إيجابيات فيه سلبيات لكن مستقل تماما. إذن فهذا لا يعني أن هناك تدخل للسياسة. ثم كانت هناك الأهداف التقنية حول النصوص القانونية تبسيط، منذ حين قال المتدخل وهو مشكور أن النصوص القانونية، النصوص القانونية هي عندها صياغة خاصة بها، صحيح النصوص القانونية جامدة في أسلوبها جامدة يعني في صياغتها، لكن مش هذه المشكلة متاعنا، عنا يعني المحامين وعنا القضاة. إذا كان عنا من الكفاءات في المحامين أنه يثير النص القانوني ويرفع عنه الالتباس ويقدم للقاضي ويدافع على تطبيقه، فهنا يحمل القاضي مسؤوليته، والقاضي يزمه يتسم بالشجاعة الكافية كي يلقى نص واضح يحسم في الأمر. صحيح هذا ربما كان غائبا إلى حد كبير في الماضي، لكن اليوم نضع الأسس لتحسين النصوص، وهنا مشاركاتكم ودخلاتكم ومشاوراتكم وتوصياتكم، حتى كي تقرأوا النص متاع الاتفاقية وتقرأوا النصوص التونسية نجموا تقدمونا أين التحجر أين الغموض، ماذا تقترحون؟ وستستمعون إن شاء الله في الغد إلى كل اقتراحاتكم وتوصياتكم، وستبلغ وستكتب في تقرير وستضمن في تقرير سينشر يعني فيه كل الجهات. إذن اطمئنوا كل ملاحظاتكم ستكون حاضرة، وشكرا. شكرا سيانيسي. شكرا سيانيسي. بالنسبة للسؤال نتاع الأخت حول جدوى مع وجود دولتين مستعرضتين، هو أنا نتفكر هنا معناتها للإجابة نتفكر مبدأ من مبادئ القانون المدني لا يمكن لأحد أن يكون حجة لنفسه. يعني أنت تجي وتقول أنا هاو إثباتات أني نستجيب للاتفاقية، لكن شو اللي يضمن ذاك؟ يزن فما شكون يثبت عليك؟ وهذه الدورة بتاع الدولتين اللي توليوا الاستعراض. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية فيما يخص المرحلة الانتقالية والدستور، فيما يخص العملية هذه شنو الحاجات اللي تتمس في الدستور؟ هذا موجود في المشروع الأخراني معنا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالأساس اللي هي معناتها مدسترة، هذه باش تتأثر بعملية الاستعراض هذه. فيما عدا ذلك عملية الاستجابة لمقتضيات الاتفاقية هي التنقيح للإطار القانوني للقوانين للتشريعات للقانون، يعني بالأساس القانون الجزائي، يعني مجلة الجزائية مجلة الإجراء الجزائي. واللي ماذا حسب رأيي ما نجمناش نستناو حتى شي يصير تم صياغة الدستور وكذا. داير توا تم الشروع معناتها في مخطط استراتيجي لإصلاح المنظومة القضائية يشمل الفترة 2013-2016، وفيه معناتها إعادة صياغة المجلة الجزائية ومجلة الإجراء الجزائية للاستجابة أونتروتر للثغرات الواردة في تقرير التقييم الذاتي. بالنسبة للملاحظة السؤال حول الأومنيبوس، قال الأخ معناتها فماش فيه على تطبيق القانوني، هو الأومنيبوس يسأل يقول لك فماش ملاحقات جزائية ولا أحكام إدانة، يعني أعطيني إحصائيات فيما يخص تطبيق وتنفيذ الحكم المستعرض، دونك موجودة المسألة هذه في أومنيبوس. توا فيما يخص حكاية متاع القانون نعتبرها مسألة مهمة ياسر. القانون رغم من المهم معناتها أن يكون عندنا قوانين، أثر القوانين هذاك سيكون الحد الأدنى. والفرق حسب رأيي معناتها ما بين دولة القانون ودولة وما فماش دولة قانون، أنه في دولة القانون القانون يحترم. قبل ما فماش دولة قانون، فما قوانين صحيح، لكن القوانين ماهيش محترمة. توا نحن نحبوا نوليو في دولة قانون اللي معناتها القوانين فيها تطبق، دونك لازم يكون عندنا الحد الأدنى القوانين هذيك موجودة. نضرب لكم مثال قانون حماية المبالغين، لازم يكون عندنا قانون حماية المبالغين، خاطر هذاك الإطار القانوني والمؤسساتي الضروري باش نجموا نحاربوا الفساد. نظن أن جريمة الفساد هي جريمة سرية ولابد من التشجيع على التبليغ. دونك وتقول لي كيفاش يتنفذ، معناتها نوصلوا أن القانون يتنفذ، بطبيعة الحال هذاك تجي معناتها لو كونترول سوسيتال المجتمعي عن طريق الإعلام الحر، عن طريق الصحافة الحرة، عن طريق الصحافة الاستقصائية، عن طريق ضغط المجتمع المدني لفضح انتهاكات القانون. هذاك هو معناتها شنو الفرق بين فيما يخص المقاربة القطاعية اللي حد نعرفه أنه في معناتها في الفيزيون الأولانية بتاع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد اللي توا قاعدين يخدم عليها البنود، هو أنه فما قطاعات ذات أولوية كما الديوان كما القضاء، دونك
كما بالنسبة لبعض الدول معناتها كما جبت أنت ماليزيا وكل المقاربة القطاعية هذه لو سيتم اعتمادها وحسب ما نصور في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، هل أن تونس قامت باستعراض دول قبل؟ قامت تونس باستعراض دولتين هما فنلندا وإفريقيا الوسطى. به حكاية التقرير الملزم وإلا لا يلزم بطبيعة الحال تقرير هذا الدول. الجانب الغير العقابي يأتي من خصوصيات متاع القانون الدولي، معناتها تعريف القانون الدولي حسب ما يعرفوه أسرة القانون الدولي سي لا ميزون فورم دي رابور دو فورس، وهذا من جهة الاتفاقية هذه، دونك هي جات نتيجة لتوافقات ولي دي كومبرومي، هذاك علاش جا فيها الجانب هذا غير عقابي اللي ما كانش مفروض معناتها. آخر حاجة نحب نختم بها، قال الأخ على وزارة الحوكمة مش موجودة، هي موجودة وزارة الحوكمة، لكن اللي تنحات بعد استيقاظ الوزير وزارة الإصلاح الإداري، ونحب نقول معناتها مش أنا في موقف باش ندافع على الحكومة ولا حاجة، لكن أنه الثغرات هذه والمساعدة التقنية تعرضت بعد ما تعرضت على المجتمع المدني، تعرضت على المجلس الأعلى للتصدي للفساد اللي فيه بطبيعة الحال ممثل رئيس الحكومة والوزراء ذوي الصلة معناتها بالقطاع، وزير العدل إكسيتيرا، وزير الداخلية، وزير المالية، وفي حتى ممثلين المجتمع المدني ونواب من التأسيسي، وقاموا بالمصادقة على الثغرات هذه وتعهدوا بتلافي نقائص الواردة بالتقرير، ومعناتها هذا هو. شكرا. نعدي الكلمة للسي عدنان. في الحقيقة يظهر لي ثم لبس مش في مجال مكافحة الفساد برك، وإنما في مجالات أخرى اللي ينشط فيها المجتمع المدني. رغم ثم فرق ما بين مسألتين، بين خلق المجتمع المدني وبين تشجيع المجتمع المدني. الدولة ليس مهمتها أنها تخلق المجتمع المدني، مش هي اللي تصنع المجتمع المدني، المجتمع المدني هو الذي يصنع ذاته ويطور نفسه، والدولة تشجع وتوفر الإطار المناسب لنمو وتطور المجتمع المدني. وكي نقرأ نحن المادة 13 قدامكم عندكم في الاتفاقية نرجع لها، هذيك هي دستور المجتمع المدني، المادة 13 تحدث على مشاركة المجتمع المدني، نقرأه ببعضنا: تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة ضمن حدود إمكاناتها ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي لخلق المجتمع المدني، لا لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام مثل المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته ولإذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر. وهذا الإجابة في الحقيقة لسي توفيق اللي طرحها سؤال، هو سؤال ما توجهه ليش ليانا ولا وجهه لنفسك قبل أنت. إذا كانت تقول المجتمع المدني تم إدماجه عام 2013 وهذا مش صحيح، علاش هذا سؤال توجهه لنفسك أنت؟ علاش جيت في 2013؟ علاش ما بديتش من 2011 وربما قبل 2011؟ وشكرا لكم. فعلا سمحني بربي باعتباري أنا بيديك يا خبير عندي حق باش ندلي بدلوي. منظومة أومنيبوس ديما أنا لغالب ننتصر للجانب الدولي لأن الدولي هو يعبر على كل الناس، أكل قليلة متاع العالم اللي هما الأكثرية وكل أقلية القوية في العالم، وكل أكثرية متاع القليلة عندها نفس معناها عندها وزن كبير، وتعرفوا حتى في الجمعية العامة معناها القليلة يغلبوا الكبار متاع العالم. كذلك في الاتفاقيات أهمية الأومنيبوس، الأومنيبوس هذية ما جاشي من بابك سبهلة، لا لا، هو أصلا منظومة مقررة لتفادي التمجيد المعتاد من قبل الدول المعتادة على الفساد وعلى تمجيد الإجراءات القانونية والمنظومات القانونية التي تقاوم الفساد وعنا ولباس ومرنا مريقلة وكل شيء بارفي. ولذلك كانت الأسئلة دقيقة ومحاصرة فردية، تقول له عندك ولا ما عندكش، يقول لك عندي. إيه نعم، كيفاش عندك؟ وريني، هات النصوص، هات برهانك ودليلك على أنه عندك، باش تنجم الدول المستعرضة تتأكد من صدق هل فما إطار تشريعي يوفر معناها الجانب القانوني لمقاومة الفساد ولا، ثم شنو هي الإجراءات، ثم شنو يلزمكم، شنو نقصكم، شنو كذا. معناها محاصرة بأسئلة دقيقة جدا، باش نتركك الليتراتور الزايدة وكالتمجيد كله جانبا. أنت يا دولة ملتزمة، وهذا الفريق الحكومي هو كما قلنا هو في فريق إداري يعرف ويقادر باش يوصل للمنظومات
وقادر باش يوصل للفقه القضاء وقادر باش يوصل حتى للريكوي نتاع القوانين. اللي ما يتمكنش به في الحقيقه حاليا المجتمع المدني واللي في الحقيقه يلزم المجتمع المدني بالعكس يولي عنده قدره باش يجيب اشياء مع، وهذا تعبير حقيقي لتطبيق القوانين في قاعده النفاذ الى المعلومه. نهاية الاخر المجتمع المدني يولي قادر باش يصنع تقريره، وبوركو با ما يكونش خير اصلا من تقرير الفريق الحكومي، باش يكون محفز اكثر وقادر باش يجيب المعلومات.